اهلا بكم. وتجميل الجفون واحد من اهم جراحات العيون وجراحات تجميل رواجا في العالم. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم القدير الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحكيم استشاري، اهلا بك. اهلا بك دكتور ايمن. هذا الموضوع مهم جدا. يعني انا بشتغل جفون اكتر من 20 سنه تقريبا، يعني يمكن في الفيديو هنا الجفن الفوقاني بنشيل جلد من هنا وده يبدو سهل وبسيط جدا، يعني كتر ما المرضى فعلا سعادة بالنتائج اللي بنشتغل عليها. يعني هبدأ الأول بالحتة دي، إيه بقى ملامح الجمال؟ شغالين في الأول خالص بنبتدي نرسم بالقلم ونتخيل إحنا هنشتغل إزاي، لأنه هو جزء مهم جدا في جمال الوش. الجفون السفلية بقى في ناس كتير يعني مش بتديها حقها في الكلام. الجفون السفلية بقى مشكلتها الكبيرة إنها أكتر حاجة تبين، فهنا برضو بنبقى بنراعي إن يبقى فيه كيرف كامل، ما يبقاش حاجة داخلة لجوه، ما يبقاش فيه حاجة. بعدها نفسيا حتى هي تعاملها مع الناس قدامها كده على الحياة بيبقى أحسن وبتبقى سعيدة أكتر ومبسوطة فعلا. يعني صورة أنا ما ببقاش مصدق إن ده اللي وصلنا له. لا الحمد لله ما فيش ضرر على النظر، لكن بيبقى فيه فايدة إن المريض نفسه بيقول لي يعني أنا بشوف أريح. لا ما كلهم بيبقوا سعداء بأمانة يعني، وبيجيبوا بعض كتير جدا 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 يعني. عالم العيون وبلا شك عالم تجميل الجفون واحد من الأسماء القديرة في المجال ده الأستاذ دكتور أسامة عبد الحكيم، أشكرك شكرا جزيلا. تسلم، شكرا. خليكم مع دكتور. لو عندك أو عند أي حد يهمك مشكلة في عينيه ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.